والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي مع حل التدريبات درس أنواع الخبر. طبعا درس أنواع الخبر من الدروس السهلة الجميلة. تابع معنا كده الفيديو بتاع الشرح وتابع التدريبات وإن شاء الله بإذن الله تتقن هذا الدرس. تعال نبدأ الأول كده نقول نعمل مراجعة سريعة على أنواع الخبر. نقول الخبر عندي ثلاث أنواع: خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة. الخبر المفرد هو ما كان كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة، بمعنى أننا نقول الطالب نشيط، الطالبان نشيطان، الطلاب نشطاء. في هذه الحالة نشيط نشيطان نشطاء، ده اسم خبر إيه؟ خبر مفرد. خبر مفرد لا يحتاج إلى رابط. بعد كده اللي بيحتاج رابط هو الخبر الجملة. وطبعا عند الخبر الجملة نوعين: خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية، وطبعا دي اللي بتحتاج إلى رابط. الخبر شبه الجملة لا يحتاج إلى إيه؟ إلى رابط. يلا نتوكل على الله كده ونبدأ في حل تدريبات كتاب الامتحان. نبدأ من صفحة 194 مع بعض الطالبات المتفوقات من الصف الأول الإعدادي اللي طبعا لهم مكانة كبيرة في قلبي. يلا نبدأ نتوكل على الله، وطبعا هم معايا برضو من الصف الخامس والسادس. طبعا نبدأ معاهم كده واحدة واحدة ونبدأ نشوف احنا هنحل ازاي. طبعا اولا لابد من قراءة السؤال ثم نبدأ في الإجابة. بقول اسئلة اختيار من متعدد صفحة 194. يلا. الفلاح عمله عظيم، نوع الخبر جملة اسمية. يبقى انا هنقول الفلاح عمله عظيم، نوعه جملة اسمية. طبعا انا لو قلت الفلاح عمله سكت مش هتديني جملة مفيدة، فعمله عظيم على بعضها كده تبقى خبر جملة اسمية. ممتاز، جملة ايه؟ فعلية. الأم ترعى أبناؤها، نوع الخبر جملة فعلية. طيب لو حبينا مثلا في ترعى أبناؤها دهيت هي المفروض ترعى أبناؤها، لو حبينا نحوله من خبر جملة فعلية لخبر مفرد نحوله؟ هنحولها الماضي ونحط ألف. هنقول يبقى هنقول الأم راعية أبناؤها. طبعا الغرض منها ان احنا بنتعلم ازاي نتعامل مع السؤال باكثر من طريقه، فبالتالي في حاجات ممكن بره الكتاب او بره التدريبات بتاعتنا احنا بنطلع ايه عند ايه. يبقى ترعى هنقول راعيه، تطبخ طابخه، مثلا ايه تطهو طاهيه، وهكذا. طيب الاربعه المصريون ايمانهم بالله قوي، نوع الخبر جمله اسميه. للمعامله الحسنه اثر طيب، نوع الخبر ذو همة عالية، نوع الخبر مفرد. نعرف ذو خبر مفعول مترفع الواو لأي اسم من الأسماء الخمس. ممتاز. طب وهمة مضاف إليه. مضاف إليه. طبعا نكتب كده عندنا ملاحظة، الاسم الذي يأتي بعد ذو يعرب مضاف إليه، وعالية نعت مجرور وعلامة جر الإيه الكسر. طيب يلا، المدرسة فناؤها واسع، والجملة الثانية المدرسة واسع فناؤها، نوع الخبر على الترتيب جملة اسمية ومفرد. جملة اسمية ومفرد. خلي بالك باقي لو عندي عندي جملة زي الجملة المدرسة فناؤها واسع وعايزين نحولها لخبر مفرد نحولها ازاي؟ تبقى المدرسة واسع فناؤها. ممكن نقول كده اهو واسع فناؤها. ادي طريقه من طريقه التحويل، ان انا كل عمليه ان انا اخذت الكلمه الاولانيه حطيتها في الاول، الكلمه الثانيه حطيتها في الاول وحطيت لها تنوين، يبقى واسع فناؤه. او ممكن نقول ايه كمان؟ واسعه الفناء. يبقى انا كده عندي مع عاشق الضاد والنحو عندي طريقتين لتحويل الجمله الاسميه الى خبر مفرد. الطريقه الاولى ان احنا بنقول عليها طريقه التبادل، ان انا بنجيب الكلمة التانية نحطها في الاول ونحط عليها تنوين وخلاص على كده. يبقى انا هنقول ايه؟ يعني مثلا نقول لك ايه؟ المعلم شرحه واضح. نحولها ازاي؟ المعلم واضح الشرح. ممكن نقول واضح الشرح او واضح شرحه. واضح شرحه. ليه الطريقتين؟ ان احنا يا اما نبدل يا اما نجيب الايه؟ الكلمة التانية، الكلمة الاولانية اللي هي المبتدأ نخلي فيها الف وايه؟ الف ولام. يبقى دي تحويل من خبر جملة اسمية خبر جملة لخبر مفرد. رقم 8 بيقول الطفلان يقدران فضل والدهما او والدهما. الرابط في جملة الخبر
ألف الاثنين. طب نعلم مقدران؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه مضبوط إنه الألف والنون، الألف والنون ضمير متصل مبني مع رفع الفاعل. مش الألف والنون، هنقول إيه؟ الألف، ألف الاثنين مالناش علاقة بالنون، النون دي علامة إعراب. يبقى أنا هنقول الألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفاعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. رقم 9 بيقول العلم بستان، العلم بستان الايه؟ العلم بستان يطرح اجمل الازهار. ايه نوع الايه او علامه الرفع؟ الخبر الضم. طيب علامات رفع الخبر اول حاجه الفتحه والضمه. لا الضمه، لا انا علامات رفع الخبر لا مش علامات الاعراب الاصليه. علامات رفع الخبر الضمه الالف الواو، الضمه والالف والواو. ضمه حاله لما يكون اسم مفرد، لما يكون جمع تكسير، جمع مؤنث سالم. الالف لما يكون مثنى، الواو لما يكون جمع مذكر ايه سالم او اسماء خمسه. طيب علامات الاعراب الاصليه الضمه والفتحه والكسر. العلامات الفرعيه اللي بتحل محلها، يعني انا مثلا عندي الضمه بيحل محلها الايه؟ الالف او الواو. الفتحه بيحل محلها الياء في المثنى والياء في جمع المذكر الايه السالم، وفي الايه والالف في الاسماء الايه في الاسماء الخمس، وهكذا بالنسبه لبقيه الايه العلامات. فهناخد طيب اللي بعدها كده، المعلم له فضل كبير على طلابه، عايزين نوع الخبر. نوع الخبر جمله ايه اسميه. بعض الناس ممكن يقول لك شبه جمله عشان المعلم له إيه، طبعا ما ينفعش نقول المعلم له نسب، مش هتديني معنى، مش هتديني معنى. في الحاله ديت ما ينفعش نقول عليه خبر شبه جمله، لكن لما نقول المعلم في الفصل او الطالب في الفصل يبقى انا كده اديتني جمله، يبقى خبر شبه ايه؟ شبه جمله. لكن هنا دي طبعا ايه، وبرضه هنعرف الجملتين ده هم في فيديو مخصص عشان نستفيد من الايه من الاعراب. يبقى احنا هناخد الجملتين دول نعمل لهم ايه اعراب. طيب يلا ناخد صفحه 195، بيقول ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره او مع تصويب الايه الخطا. يلا نبدا. الخبر المفرد هو ما ليس جمله ولا شبه جمله، صح؟ تمام. علامه رفع الخبر المفرد تدل على مصنع علامه اصليه خبر. طبعا احنا قلنا اتفقنا علامات الاعراب الاصليه الضمه والفتحه والكسر. عندي بقى الضمه في حاله، في ثلاث حالات، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، الطالب مجتهد، الطلاب نشطاء، الطالبات نشيطات، اللي هم الثلاث ايه ثلاث حالات اللي هو يكون مرفوعين بالايه مرفوعين بالضمه. نبدا بقى لو دخلنا في المثنى يبقى علامه اعراب فرعي الطالبان نشيطان، لو قلنا المسلمون خاشعون يبقى دخلنا في الواو ده في الجمع المذكر، ابوك ذو همه يبقى كده الايه الاسماء ايه الاسماء الخمسه. يبقى انا هنقول علامه فرعيه. طيب يلا الخبر الجمله لابد ان يشتمل على ضمير يعود على المبتدا، صح؟ صح، ويطابق كمان في العدد والنوع. يعني انا هنقول الحديقه نقول ايه ازهارها مثمره، ينفع نقول ازهاره؟ ما ينفعش. ازهاره ازهارهم؟ ما ينفعش. لازم الضمير برضو يطابق المبتدا في العدد والايه والنوع. هنقول كده اهو ملاحظه، يشترط الضمير يطابق المبتدا في العدد والايه والنوع. خبر شبه الجمله يكون ظرفا فقط؟ غلط. هو ايه؟ طبعا ظرف او جار وما ايه او جار ومجرور. طيب يلا نستخرج الخبر وبين نوع. يلا نقرا الجمله والخبر ونوع على طول. الصلاه نور. غير الكتاب موضوع سهل، موضوع سهل ونوعه جمله اسميه. الرياضة تقوي الجسم، تقوي الجسم ونوعه جملة فعلية. ممكن ناخد تقوي بس على بعض لوحدها، وممكن ناخد تقوي الجسم مفيش مشكلة، مش هتفرق يعني، بس هي تقوي وبعدين نقول جملة إيه فعلية. الصحة في الغذاء المتكامل، في الغذاء شبه جملة جر ومجرور. تمام. العصفور بين الأغصان، بين الأغصان شبه جملة ظرف. وناخد داينة بس عادي مفيش مشكلة، أو ناخد من اتنين مفيش مشكلة، يبقى أنا هنقول إيه؟ نوعه شبه جمل، شبه جمل. طب تمام. رقم 3 بيقول ضع خبر مفرد مناسب وبين علامة إعرابه مع ذكر السبب. يلا. اللاعب ماهر وعلامة ماهر بارع نشيط، علامة الإعراب الضمة، السبب لأنه مفرد. لأنه مفرد.
المهندسون بارعون، علامة إعرابه الواو. بارعون، الواو جمع مذكر سالم. المدارس نظيفة، علامة إعراب الخبر الضمة، والسبب جمع تكسير. لا، نظيفة هنا مفرد. أنا بقول إيه؟ نظيفة مفرد. ممكن بقى خلي بالك المدارس نظيفة ده أهو، ممكن نقول نظيفات، نقول يعني الاثنين نظيفة أو نظيفات. وفي حالة حتى لو أنا قلت نظيفات برضو، لو أنا قلت نظيفات يبقى برضو علامة إعرابه الإيه؟ الضمة. يبقى برضو هنكتب ملاحظة، إذا كان المبتدأ جمع تكسير لغير العاقل يجوز الإخبار عنه بالمفرد أو يجوز الإخبار عنه بالجمع. نقول المدارس نظيفة أو نظيفات. المذيعان مجتهدان بارعان، يبقى علامة الإعراب الألف لأنه المثنى. أبوك ذو فضل، أبوك ذو فضل عظيم. هنقول الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. ناخد صفحة 196، بيقول 196 بتقول ضع مكان النقط مبتدأ مناسب وبين علامة إعراب. يلا، نقط هبة النيل، مصر هبة النيل. نقط مبدعون في، طبعا علامة الإعراب هنا الضمة، مبدعون في إنتاجهم العمال. العمال مبدعون في إنتاجهم. مخلصات في عملهن، هنقول المعلمات الطبيبات، وطبعا مرفوع بالايه؟ بالضمه. ساهران لتحقيق امن الوطن، الجنديان. يبقى علامه اعرابه الايه؟ الالف. مفتوح لاستقبال اللاعبين، البلاد. الملعب مفتوح لاستقبال اللاعبين، علامه اعرابه الايه؟ الضمه. مهتمون بالشرح، المعلمون، علامه اعرابه الواو. نركز بقى في السؤال اللي جاي عشان دي الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. بقول لك أكمل الجمل الآتية بالخبر المطلوب بين القوسين. نركز فيه، طبعا نعرف هو عايز أن واحدة فيهم ونبدأ نشتغل عليه. المهمل كسول، عايز خبر مفرد يبقى كسول. إيه الطالب؟ يذاكر الدرس. يذاكر الدرس. الحديقة أزهارها جميلة، أزهارها جميلة. العلم، العلم مثلا في الايه؟ في القراءة، يعني كل ما نقرأ نستفيد الايه؟ نستفيد علوم. العلم في المعرفة. الشرفتان مفتوحتان، على اساس ان هو خبر مفرد. زيد يحب العمل. وطني مصر، عايزين خبر جملة اسمية. فضله عظيم، فضله عظيم. مكانته عظيمة، مكانته عظيمة. العلم خبر مفرد، نور. القراءة تمام، فوائدها كثيرة. طيب لو عايزين نحول فوائدها كثيرة ده الخبر مفرد، كثيرة الفوائد وكثيرة فوائدها. تمام، عين الخبر في الجمل الآتية وبين نوعه. تحب مصر، تحب السلام، تحب السلام جملة فعلية، تحب وفعلية. المؤمن قلب نقي، قلب نقي جملة اسمية. اسمية. الحيوان يحس مثل الإنسان، مثل يحس جملة فعلية. عسل النحل طعمه لذيذ، طعمه لذيذ جملة اسمية. الحرية غريزة فطرية مفرد. الضمير الحي صوته عال جملة اسمية. البيت تساعد أمها جملة فعلية. الشجرة المنتجة ثمارها. هنا بقى بقول لك بين نوع الخبر. برضو دي بنركز فيه. بقول لك ايه؟ الشجرة ناضجة ثمارها. خبر نوعه مفرد. طب ثمارها ناضجة جملة اسمية. الطلاب يتفوقون جملة فعلية. متفوقون.
تمام. طبعا نفرق بينهم ازاي؟ ان ده فعل مضارع من الافعال الخمسه، وده جمع مذكر ايه؟ مذكر سالم. يلا الصوم، عايزين مره جمله اسميه ومره جمله فعليه. الصوم يقوي الجسد، ده كده جمله فعليه. الصوم فوائده كثيره، يبقى جمله اسميه. النظافه فوائدها كثيره، فوائدها كثيره، كده جمله اسميه فعليه. النظافه تحافظ على صحتنا. الطعام فوائده كثيره، الطعام يفيد الجسم. السماء منظرها جميل. السماء تمطر، يبقى كده برضو جمله فعليه. المدرسه فوائدها كثيره. المدرسه تعلم الطلاب، او تعلم الايه؟ الطلاب. ماشي. الطلاب عقولهم ناضجه، الطلاب يحبون المذاكره. طيب يلا ناخد صفحة 197، بيقول حول، بقى هنا بقى ايه التركيز بقى، حول الخبر اللي هو الخبر الايه المفرد الى جملة، والخبر الجملة الى مفرد. بنحدد نوع الخبر الاول، نوع ايه، وبعدين نشتغل عليه. يبقى الزهور تتفتح في الربيع، تتفتح نوع الخبر هنا جملة فعلية، جملة فعلية. حوله لا، هنقول الزهور متفتحة. طب جبتها ازاي متفتحة؟ بص، تتفتح فعل ايه؟ فعل ماضي، فعل ماضي زي تتقدم. لما نقول تفتح، تفتح كم حرف؟ خمسة. هنيجي رايح التاء نخليها ميم مضمومة، ونجرح كسر اللي قبل الآخر. يعني ايه؟ تتفتح، يتفتح متفتح، يتقدم متقدم، يتعلم متعلم. يبقى ده كده ايه؟ عشان انا جبت الماضي اكتر من ثلاثة، الماضي اربعة خمسة ستة، يبقى انا هنقول مو ونكسر. لو ثلاثة هنضيف الف بس في النص وخلاص. الحرية اشكالها اشكالها متنوعة. الخبر هنا جملة اسمية متنوعة أشكالها، أو متنوعة الإيه؟ الأشكال. طبعا لو قلت متنوعة أشكالها لازم نقول تن، يعني نشكلها. هنقول متنوعة الأشكال، نحط لها ضمة واحدة ونركز إيه؟ نركز فيها متنوعة الأشكال، متنوعة أشكالها. الأمهات حاضرات حفل عيد الأم. الأمهات هن حاضرات حفل عيد الأم. أنت حولتيها كده لإيه؟ لجملة اسمية. ماشي. هن حاضرات، وممكن نقول يحضرنا، الأمهات يحضرن حفل عيد الإيه؟ الأم، يبقى جملة فعلية. الطلاب منتبهون لشرح المعلم. الطلاب ينتبهون، 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 حولت الاسم الفعل. طيب المتفوقون مسرورون بتفوقهم، ده مفرد أهو، هنقول يسرون، يسرون بتفوقهم. ايه الفرق بين مسرورون ويسرون؟ مسرورون ده جمع مذكر سالم، يعني خبر مفرد. هنقول يسرون فعل من الافعال الايه؟ الخمسه. طيب القارئ الماهر سريع الفهم. القارئ الماهر فهمه سريع. ممتاز، فهمه سريع، يبقى انا حولته كده الخبر ايه؟ الخبر لخبر جمله اسميه. العربي يعتز بلغته، يبقى معتز، العربي معتز. انت كده لما تقولي يعتز العربي بلغة، انت حولتيها اصلا كده يا حبيبي من ايه؟ لجمله فعليه. لكن احنا عايزين نحول الخبر نفسه من جمله فعليه لخبر مفرد، يبقى العربي معتز. المدرسه عاليه الاسوار. المدرسه اسوارها عاليه، اسوارها عاليه. طيب يلا اجعل المبتدا للمثنى والجمع بنوعيه. يلا المصر مخلص بعمله، المصريان مخلصان في عملهما. ايه يا الله؟ المصريون، المصريون مخلصون في عملهم، في عمله. طبعا اللي بيفرق معايا الضمير، المصريات مخلصات في عملهن، المصريات مخلصات
في عملهن. طيب اجعل كل مما حول كل مما ياتي الى جمع مذكر واستخدمه ماشي. المهندس مهندسون بارعون. اللاعبون ماهرون. المذيعون مجيدون. القارئ القارئون مجيدون. يبقى احنا كده ايه حولنا. طب يلا اللي بعده بيقول اجعل المبتدا والخبر فيما ياتي جمع مؤنث سالم واذكر علامه اعرابه. لا احنا عايزين جمع مؤنث سالم. العاملات نشيطتان. نشيطتان صحيح نشيطان. ها علامة اعرابه الايه الضم. الفتيات المهذبات محبوبات. المهذبات محبوبات. طب فين الخبر هنا؟ محبوبات محبوبات. طب والمهذبات؟ نعت. الام مخلصة في تربية الابناء. الامهات مخلصات في تربية الأبناء. المعلمات مثقفات. طيب يلا حول الايه الجملة الفعلية إلى جملة اسمية ثم بين نوع الخبر بعد التحويل. يلا. فهم التلاميذ الدرس. هنقول فهموا فهموا. طبعا نوع الخبر جملة ايه فعلية. فين الرابط؟ واو جماعة. تساعد الزوجات الأزواج في الحياة. يبقى أنا هنقول كده الزوجات ها ها يساعدنا الأزواج في الحياة. فين الرابط في يساعدنا؟ ها نون النسوة. الرابط نون النسوة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى هنا الرابط نون اسمها نون النسوة. طالما أنا بديت المبتدا بتاع الجمع المؤنث سالم هنجيب الفعل فيه نون النسوه. ماشي زي ما بدانا في الجمع سواء جمع مذكر او جمع تكسير للمذكر بنحط له واو الايه واو الجماعه. دي بقى الحاجات اللي هي الايه الحاجات بتاعه الامتحانات. طيب ادخل على الجمله الاتيه فعل ناسخ مره وحرف ناسخ مره. يلا ركز فيه. الطلاب المجتهدون مجتهدون. كان الطلاب المجتهدون محبوبين. كان الطلاب المجتهدون محبوبين. إن الطلاب المجتهدين محبوبون وهكذا بالنسبة للإيه. طيب الفتاتان المهذبتان محبوبتان. قل ظلت الفتاتان المهذبتان محبوبتين. إن الفتاتين المهذبتين محبوبتان. المدرس المخلص محبوب. كان ظل المدرس المخلص محبوب. إن المدرس المخلص محبوب. محبوب. تمام. يلا بقى نشوف الإعرابات. أعرب الجمل الآيه الآتية. المعلمات محبوبات من التلميذات. يلا المعلمات. المعلمات مبتدأ مرفوع علامة رفعه والضمه. المحبوبات خبر مرفوع علامة رفعه والضمه من حرف جر مبني على محل ضم الإعراب. التلميذات خبر مرفوع لا التلميذات اسم مجرور. عندك حرف جر باسم مجرور ممتاز. ها الطالبان مجتهدان. يلا الطالبان مجتهدان. الطالبان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مسلم. مجتهدين خبر مرفوع علامه رفعه الالف لانه مسلم. المصريون متحدون. المصريون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. متحدون خبر مرفوع علامه رفعه الالف لانه مذكر سالم. يلا بقى نركز في القطع برضه ديت الايه شغل الامتحان. الجزء يعتبر الجزء اللي عدى ديت ايه ربع كده شغل المبتدئين. تعال بقى للشغل الاساسي. بيقول لك طبعا نقرا القطعه اولا. الماء هو سر الحياه وقطره ماء تساوي حياه. يلا قطره مبتدا. طب نعرف ازاي ان هي مبتدا؟ اولا جايه بعد فاصله. ثاني حاجه لو انا خدت القطعه العباره نفسها وطلعتها كتبتها قدامها هتديني معنى مفيد. ما ادتنيش يبقى الواو حرف عطف. هنا قطره ماء تساوي حياه جمله مفيده مش مفيده؟ يبقى قطره هنقول عليها مبتدا. مبتدا مرفوع علامه رفع الضم تساوي حياه. لذلك كانت ثروه الماء اسم. كان اسم. كانت مرفوع علامه رفع الايه الضم. هي الايه الفضله من بين كل الثروات. مضاف اليه ماله مجرور علامه جره الكسر. مجرور علامه جره الايه الكسر.
فالماء من أجل النعم التي يجب أن نحافظ. نحافظ اسم عام. لا ما فيش حاجة اسمها اسم عام. ده فعل مضارع، فعل مضارع منصوب. طب قول لي أدوات نصب الفعل المضارع. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. طبعا لما يجي أن بعد أن فعل ما فيش حاجة اسمها اسم إيه؟ اسم أن. هنقول فعل مضارع منصوب. طب لو كان من الافعال الخمسه يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون. يعني مثلا بقول لك ايه، يجب ان تحافظوا، ان تحافظوا عليها. طيب يلا عايز كلمه مبدوءه بالف وصل مع ذكر السبب. يلا بقى كده ايه نعلق انا كده بقى ايه نبدا نشتغل تاني بقى. الماء والحياه. طيب احنا عايزين لا الف وصل الماء. تمام الماء. عايزين بقى ايه نعلم زمايلنا نطلع كل حاجة ازاي عشان ما يبقاش عندنا حج. عند الماء وعند الحياة وعند اللهم صل على سيدنا محمد الفضلة وعند الثروات وعند النعم كده هوت السبب. تبدأ بحرف التعريف ال. صعبة؟ تبدأ بحرف التعريف ال. يلا كلمة مبدوءه بهمزة قطع مع ذكر السبب. أجل وأن. أجل اسم. وعندي أن حرف. في حاجة تانية؟ مفيش غير اتنين دول. يعني شغلت دماغك وتابعت صفحة عاشق الضاد والنحو والتزمت معانا واتفرجت معانا على الفيديوهات، إن شاء الله بإذن الله هتقفل معانا اللغة الإيه؟ اللغة العربية. طيب، يلا خبر مفرد وأعربه. خبر مفرد يعني إيه؟ هو كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة. يلا هي الفضلة. خبر هي الفضلة. اي ثروة الماء. كانت ثروة الماء هي الفضلة. هي الفضلة. خبر ايه؟ خبر مفرد. خبر مفرد هي الفضلة. أنا متكلم على كلمة الفضلة مش هي الفضلة. خلي بالك الخبر اللي هو الجملة الإسمية لو رجعنا للمثال الأولاني، لو قلنا الماء هو سر الحياة، فين الخبر هنا؟ الحياة. لا هو سر، هو سر. خبر لو أنا خدتهم الاثنين مع بعض كده أهو عشان إيه؟ يعني نفهم الحتة دي. لو أنا خدتهم الاثنين مع بعض هو سر خبر جملة إسمية. طب خدت كلمة سر بس. خبر مفرد. يعني كده تعتبر خبرين في خبر واحد. يعني خبرين في جملة. خدت سر بس يبقى خبر مفرد، خدت هو سر يبقى خبر جملة اسمية. زي ايه؟ كانت ثروة الماء هي الفضلة. لو هناخد هي الفضلة على بعضها خبر جملة اسمية، هي الفضلة بس يبقى خبر مفرد. اعربوا؟ هنقول كده اهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا دي ايه؟ حتة برضه نركز ايه؟ نركز فيها. لو انا عندي خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية بادئة بضمير زي الماء هو سر الحياة. هو سر، هناخد هو سر على بعضها جملة اسمية، سر بس خبر مفرد. طيب نيجي للي بعدها خبر جملة واذكر نوعها ومحلها الإعرابي. ها؟ هو سر الحياة. الخبر جملة طبعا هو سر. هو سر. نوعها اسمية محلها في محل رفع خبر. هنقول كده أهو محلها الإعرابي. طبعا لما نجيب لك ايه خبر جمله هنقول لك محلها الاعرابي، مش بقى ما ينفعش نقول بين ما ايه بين اعرابها، لان الاعراب ده خاص بمين؟ خاص بالمفرد بس. اما الجمله وشبه الجمله في محل، شبه الجمله وشبه الجمله في محل. حتى ما نقول شبه جمله في محل رفع، خبر جمله في محل رفع. إيه طيب خبر شبه جمله واذكر محلها الاعرابي. من اجل. من اجل. ممتاز. محلها الاعرابي في محل رفع خبر الايه المبتدا. الحق. خبر شبه جمله فوق القوه. عندنا حتى حكمه بنقول لك على طول الحق فوق القوه، الحق فوق القوه. الرياضه عظيمه الفوائد، حول الخبر الى جمله اسميه. الرياضه فوائدها عظيمه. يلا المبتدا مصر. المبتدأ في عايزين خبر، اي عايزين جاب لنا هنا المبتدأ مصر اهو في الثلاث ايه في الاربع جمل، وعايزين نوع الخبر. مصر يشرق
مستقبلها طبعا. تمام، يشرق مستقبلها، خبر جملة ايه؟ فعلي. خبر جملة فعلية. تعال نشوف مستقبله ومشرق. مستقبلها مشرق ده تكون جملة مفرد. لا جملة اسمية. مستقبلها مشرق فيها ضمير. ماشي. طيب اللي بعدها بقى، القطعة اللي بعدها، يدعونا الإيمان إلى القناعة والرضا بما قدر لنا. يلا الإيمان. إيه؟ لا، من اللي بيدعونه؟ يعني أصلها يدعو الإيمان نحن. نا هنا اسمها ناء المفعولين، خلي بالك أنا عندي ناء، الناء حاجتين، في ناء المفعولين وناء الفاعلين، ده إن شاء الله هناخدها في الضمائر. بس هنا بنسأل عن الفاعل بمين؟ من أو مين؟ من أو مين؟ من اللي بيدعونا ولا إيه اللي بيدعونه؟ يعني يدعو الإيمان نحن، ما ينفعش نقول يدعو نحن الإيمان، يبقى الإيمان فاعل. في القناعة والرضا بما قدرنا، فليس الغنى اسم ليس مرفوع علامة رفع الضم بكثرة المال، ولكن الغنى غنى خبر لكن ماله مرفوع، طبعا هنا اسم ليس مرفوع برضه. والإنسان القنوع نعت مرفوع وعلامة رفع الضم، يعيش في سلام مع نفسه ومجتمع، لذلك قال الحكماء القناعة كنز لا يفنى. استخرج كلمة مبدوها بألف وصل مع بيان السبب. أنا عايز بقى اللي فهم يجاوبني السؤال ده كله على بعض. هنقول القناعة والغنى والإنسان والحكماء والقانون والإنسان. تمام. وطبعا احنا قلنا القناعة قبل كده. تمام. ليه السبب؟ تبدأ بحرف التعريف ال. مش صعبة، تبدأ بحرف التعريف ال. طيب يلا كلمة مبدوءه بهمزة قطع إلى نحى حرف. ما فيش غير إيه؟ ما فيش غير هي. طيب يلا عايزين خبر مفرد وأعربه. كنز. إعرابه خبر مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضم. خبر جملة واذكر محلها الإعرابي. ممتازة، يعيش في سلام. نوع محلها الإعرابي في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر الايه المبتدأ. تعال نشوف صفحة 199. الغنى نقط، وعايزين خبر شبه جملة في النفس. في النفس. طب لو قال لك خبر مفرد الغنى غنى النفس، عندك في العمارة الغنى غنى الايه النفس، بخبر مفرد الغنى غنى النفس، خبر شبه جملة الغنى في الايه في النفس. المصريون يخلصون في اعمالهم، اجعل الخبر مفرد. المصريون مخلصون في اعمالهم. مخلصون. الوطن ابناؤه يتقدمون. مبتدا ثاني وفاعل. مبتدا ثاني وفاعل. تمام. ليه رقم 2. طيب يلا ناخد رقم اخر قطعة عندنا. معلش اذا كنا طولنا عليكم شويه، بس هو ايه الغرض منها؟ فايده واستفاده ويعني اتقان ان شاء الله. الامه العربيه امه مجيده. خبر مرفوع. الامه العربيه مالها؟ مجيده على طول. ماله ومالها؟ نسال بالايه بالخبر. حضارته عريقه، ابنائها تربطهم روابط عديده، اهدافهم مشتركه واملهم واحده. خبر. لما نيجي نقول الامال واحده، مفيدة ولا مش مفيدة؟ مفيدة. خلاص يبقى على طول ايه؟ يبقى على طول خبر مرفوع علامة رفع الضم. في مستقبل يعم فيه الرخاء، من اللي هيعم؟ الرخاء. الرخاء يبقى ايه؟ فاعل. يبقى دايما نعود نفس الفاعل، بنسأل عنه بمن أو مين؟ من باللغة العربية، مين باللغة بتاعت المصطبة بتاعتنا. يبقى احنا كده ايه؟ معاك بالاتنين. طب المفعول بنسأل عنه بإيه؟ بماذا أو إيه؟ بماذا أو إيه؟ والسلام أرجاء الأمة العربية والعالم. يلا استخرج جملتين اسميتين وبين ركني كل جملة. الركنين اللي هما المبتدا والخبر. هنقول عندك الجملة أول حاجة، جملة خلاص أهي، الأمة العربية أمة مجيدة. الركنين عند كلمة الأمة مبتدا وأمة ده الخبر. حضارته عريقة. وعندك برضو أبناؤها
عندك أبناؤها تربطهم يبقى أبناؤها المبتدأ وتربطهم إيه جملة فعلية في محل رفع إيه خبر. يلا فعل مضارع وحوله إلى فعل ماضي. فعل مضارع يرغبون رغبوا هنقول إيه رغبوا. حرف جر واضبط الاسم بعده في مستقبل طبعا في مستقبل طبعا هنقول مستقبل اسم مجرور علامة جر والإيه الكسرة. طيب همزة قطع وألف وصل وبين نوع كل منهما. همزة القطع أمة تمام وآمالها تمام ممتاز آمالها كده. عندنا كلمة أرجاء برضه اهي. عندك كنت بتقول ايه دلوقتي؟ طيب كده عندي كام حاجة؟ قطع عندي أربع كلمات هنقول كلها أسماء أمة اسم وأرجاء والكلام ده كلها ايه أسماء. طيب وصل الأمة عندي الأمة والعربية عندك ايه الرخاء السلام العالم تمام. تبدأ بحرف التعريف ال تبدأ بحرف التعريف ال. يلا ناخد الجملة اللي بعدين بقول المصري مهتم بالعلم اجعل المبتدأ للمثنى والجمع بنوعي. المصريان مهتمان بالعلم طيب هنخليها للمثنى مثلا بالمؤنث المصريتان مهتمتان بالعلم. المصريون مهتمون بالعلم. المصريات مهتمات بالعلم. يلا القانون يضمن حياة أمة بين الناس. علامة الرفع في القانون الضم. طبعا كتير من الناس يجي يقول لك اخرها واو ونون والاستاذ قال لنا اي اسم اخر واو ونون او ياء ونون يكون جمع مذكر سالم. لا لازم انا نقول واو ونون او ياء ونون يكون جمع مذكر سالم في حاله لما نحذفه يديني مفرد يديني مفرد مذكر. يعني هنقول معلمون معلمين شيل واو ونون ياء ونون يبقى معلم. لكن بص على القانون القانون بالكاف القانون اللي احنا بنعمله كده عليه المحشي ده كده ايه ده كده يبقى الاسم ايه اسم مفرد يرفع بضم ايه يرفع بالضم. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بتستفيدوا معانا. لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك. لو عندك استفسار او عندك سؤال اكتبه في التعليقات وهرد عليك. القاكم في حركه قادمه مع طالباتي المتميزات.